لا أبدا، إلى حد الآن يعني لم نتوصل بأي دعوة من أي أحد فيما يتعلق بإنشاء أو بإعداد فيلم أو حول حقوق الإنسان أو حول تنظيم مصر. هنالك كانت واحد المحاولة، محاولة هو أنه نبيل عيوش ذات يوم جاء إلى أوتيل إيبيس وكان معه بصحبته الناشر، وقال لي بالحرف بأنه بصدد قراءة بأنه انتهى من قراءة الكتاب وأنه صدم. كانت الصدمة عنيفة جدا، وقال أن وقعت الصدمة ما زالت طارية، لأنه قال هذه 4 ساعات فقط باش يعني انتهيت من قراءة القصة، وأنها آلمته جدا إلى الحد الذي جعلته يفكر في إنتاج فيلم حول تنظيم مرت. وألح علي وعلى الناشر، وطبعا قبلنا ودخلنا في عقدة، أمضينا عقدة دامت 4 سنوات، وفي كل مرة كنا ننتظر أن يخرج هذا الفيلم أو أن تكون هنالك بوادر لإنتاج هذا الفيلم، ولكن شيء من هذا القبيل لم يكن. هو يعني انخرط في مسلسل للا فاطمة إلى غير ذلك، الشيء الذي يطرحه في تلك وينك يطرح كثير من الأسئلة حول الجهات ربما التي منعته من إنتاج هذا الفيلم، ولم يعطينا أي جواب. بقية الأمور على هذا المنوال، كان هنالك محاولة في بلجيكا، التقيت بمخرج بلجيكي وكان يود إنتاج فيلم، ولكن أعتقد أنه لم يجد الدعم أو المساعدة الكافية لإنتاج هذا الفيلم، وبقيت الأمور على هذا المنوال. المهم حتى فيما يتعلق، هنالك أناس يقولون بأن الفيلم يتمنوا أن يترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية حتى ربما تكون هنالك حظوظ كبيرة لإنتاج فيلم سينمائي من طرف الأمريكان. الكتاب لم يترجم إلى حد الساعة إلى اللغة الإنجليزية، ولكن ترجم إلى الإيطالية وإلى كثير من لغات يعني الدول الشرقية آنفا، كرومانيا، كبلغاريا، كهنغاريا إلى غير ذلك، ترجم إلى كل هذه اللغات. على كل حال يبقى الأمر رهين بالصدف ورهين بالحظ ورهين بعوامل أخرى. لا، لم يتصل بي بأي أحد. يعني كان الأضواء مسلطة على الذين كتبوا الكتب، وهنا أقول أفتح قوسا وأقول تمنيت لو أن أصدقائي كتبوا كلهم يعني تجربتهم، ولكن مع الأسف الشديد لم يكن باستطاع الجميع أن يكتب، لأن تنظيم مرت لا يستطيع ككتاب أو 10 كتب أن يحيطوا بكل ما وقع في تنظيم مرت. تنظيم مرت كان هنالك كثير من السجناء، وكل سجين كانت له تجربته، وكل سجين كان طبعا يصمد ويصبر ويصابر حتى يخرج إلى الضوء. وهذه تجربة يعني أعتقد أن لو كتبها الجميع سنكون قد أعطينا ولو 20% من المحنة، لأن المحنة لا يمكن أبتاتا أن توصف. كان هنالك فيلم سمي بالفرنسية فيف غاتاز مامارت. هذا فيلم كان من إنتاج فرنسي يهودي، وقد اتفقنا في العقد على أن ريع أو يعني كل ما سيضره الفيلم من أموال سيقسم مناصفة مع معتقل تنظيم مرت. طبعا سيعطى لمنظمة لجمعية ضحايا تنظيم مرت. الفيلم حاز على 3 جوائز، 3 جوائز حاز عليها ولم يعطينا أي شيء.
هذا من جهة، هذا هو الفيلم. يعني اختير 5 سجناء وصور معهم يعني كيف يعيشون حياتهم اليومية وسط عائلتهم وكيف يتدبرون أمورهم. فيلم جميل جدا، وكما قلت لك حاز على 3 جوائز. هنالك فيلم شاركت فيه، هو فيلم كان في البداية مجرد ظهور لقطة أو لقطتين في فيلم، لأن كانت له خلفية حقوقية، ولكن لما ذهبت يعني استدرجوني شيئا فشيئا إلى أن أخذت لقطات حتى أصبحت مشاركا في الفيلم. وهذا الفيلم من إنتاج ابنة نبيل الحلو، ماريا كنزي الحلو. لا طبعا التواصل حاصل دائما. نحن كنا قد انضوينا في جمعية سميت بجمعية ضحايا معتقل تازمرمرت، وأخذنا بعض الدعم من المنظمات الحقوقية الوطنية، ولكن مع الأسف لم نستمر لأن الإمكانيات كانت ضعيفة وهزيلة جدا. ومن المعلوم أن الدولة إلى حد الساعة لم توفينا حقنا ولم تمتعنا بما متعت به المعتقلين السياسيين الذين كانوا ينعمون بالتلفزة وبالدراسة وبالزيارة والرياضة إلى غير ذلك. كانت لهم جميع الحقوق المخولة للسجناء إلا نحن. نحن كنا في قبور، كنا نتعلم كيف نموت، وكنا كانت أقصى آمالنا هي أن نموت بدون يعني أن نموت موتة فجائية بدون أن نتعذب. لما خرجنا أنتم ترون أن إلى حد الساعة يعني مسألة المعاش لم تسوى إلى حد الآن، بمعنى أن الدولة ضربتنا في مقتل. وأنت تعلم أن الإنسان عندما يخرج من ذلك السجن المخزي كيف له أن يواجه صروف الحياة ومتطلبات الحياة. نحن إلى حد الساعة كل واحد منا يعني يعمل على كيف اتفق لكي يفي بحاجية أسرته. التواصل حاضر دائما. وأخيرا آخر من توفي والطيار المرحوم مفضل مقوتي. نعم، تحدث عن الحياة مع العائلية، وقبل قليل أتراني من ضعف نوعا ما حفيدتك ظلت متمسكة بك. نعم. بشكل جميل وعطيك. نعم. لا تريد أن هي فعلا فعلا يعني من أعطاه الله سبحانه وتعالى البنات نعمة بكل صدق في هذا الزمان. من أعطاه الله يعني بنتا فهو أعطاه نعمة كبيرة، لأن البنت طبعا معروفة برقة المشاعر وبالمحبة الصافية والتعلق، لأن كل فتاة بأبيها معجبة كما يقولون، فهي لا تريد أن تفارقني بالليل ولا بالنهار. ويعني قرأت الكتاب وأعجبت بما عشته وما كابته وتسأل دائما، فهي ذات فضول كبير وحب للاستطلاع دائما تريد، وهي تصاحبني الآن، صاحبتني لكي تعرف المزيد. من خلال حديث جانبي تتحدث على أنها لا مالك القراءة وأن لا مودة الكتابة، لكنها لا تريد أن تقترح علي أن تكتب حياة المرزوقي ما بعد تازمرمرت بلغتها وبملكتها. هي تعرف أنني أكتب يوميتي، أكتب مذكراتي يعني ما بعد تازمرمرت، وفي الحقيقة كتبت قبل تازمرمرت، وهنالك قفزة كبيرة طولها 20 سنة. ثم ما بعد تازمرمرت وقعت أحداث كثيرة، خصوصا بعد خروج الكتاب، بعد إصدار الكتاب. يعني ما كنت أعتقد أنه سيحدث تلك الرجة، كنت أتوقع أن المغاربة يعني يريدون أن يتعرفوا على هذا الطابو الذي كان يشكله تازمرمرت، ولكن الحد إلى ذلك الحد المستوى الكبير الذي تفاعل معه المغاربة. ثم جاءت يعني حصص شهد على العصر، بحيث أنني اندهشت لما كانت تبث حلقة شهد على العصر. شاهدت حلقة واحدة ولم أشاهد الجميع، أنا لا أكره أن أرى نفسي في التلفزة.
ولما كانت الحصة تمر في التلفاز كنت أخرج إلى الشارع فلا ألتقي إلا بالقطط وبالكلاب في الشارع. اندهشت وكأن المغرب يلعب مباراة لكرة القدم مع الجزائر. الكل كان في المقاهي. قلت هل هذا العبد الضعيف أحدث هذه الضجة؟ وهنالك تيقنت بأن المغاربة يحبون أن يعرفوا تاريخ بلادهم. وهذه الأمور حبذا لو تدارسناها بيننا في المغرب عوض أن نذهب إلى الجزيرة أو إلى قناة. يعني كان على الدولة أن تتقبل ما مضى، الماضي لا يعد، ولكن كان من المفروض أن نلتقي في طاولة مستديرة حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وحتى كل واحد يدلي بدلوه، والمغاربة يعرفون الحقيقة لأن هنالك كثير من الادعاءات إلى غير ذلك. وبعدها يعني نتصالح، ويكون الهدف من كل هذا هو أن لا يعود ما مر في تزمامارت، هذا هو البيت القصيد، وأن لا يعود مرة أخرى ما مر في تزمامارت. طبعا كل ما له صلة بحقوق الإنسان من فيلم أو كتاب أو غير ذلك فنحن نثمنه. فحقوق الإنسان ينبغي أن يعطى لها ما تستحقه من أهمية، لأن بلد لا تحترم فيه حقوق الإنسان لا يمكن للشعب فيه أبدا أن يعيش عيشة راضية. وحقوق الإنسان كما تعلمون في الأوطان العربية والإسلامية فهي متردية جدا متردية، وهذه المجهودات التي يقوم بعض الناس يعني تحسب لهم، فهم لا شك يواجهون صعوبات جمة. وأنتم تعرفون أن في كل بلد عربي خطوط حمراء لا يمكن تخطيها، وهذا هو المشكل. ما دامت هنالك خطوط حمراء فلا يمكن بتاتا أن نقول بأننا نعيش ونرفل في ظلال حقوق الإنسان. مثلا هيئة الإنصاف والمصالحة، أنا كان لي رأي، فعندما طلبوا منا أن ندلي برأينا قالوا لنا لا تذكروا أسماء الجلادين. كيف يمكن لهذا التصالح أن يكون؟ الجلاد نتصالح مع من؟ نمد يدينا إلى من؟ نجلس في الطاولة لوحدنا مع من؟ والغريب في الأمر أن من كانوا في تلك الآونة مسؤولون عن يعني التجاوزات الكبيرة حقوق الإنسان ظلوا في أمكنتهم معتدين وفخورين بما فعلوا. ويعني هكذا أرى من هذه الزاوية، أقول بأن حقوق الإنسان مكتسبات، حققت مكتسبات، ولكن مع الأسف الشديد مكتسبات هشة جدا. وأنتم ترون الآن هذه الردة الذي يعيشها المغرب، هي ردة حقوقية فظيعة جدا. وأنتم ترون مثلا قضية لنكتفي بها قضية سليمان الريسوني.